بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أنا الملازم أول محمود طبطب من مرتبات الفرقة الثالثة مدرعة اللواء 65 دبابات وهذه هويتي أنا الملازم أحمد طقطق من مرتبات الفرقة السابعة مدرعة اللواء 121 وهذه هويتي نعلن انشقاقنا عن صفوف كتائب الأسد وانضمامنا لصفوف الجيش السوري الحر تحت راية كتيبة الشهيد البطل أحمد الخلف بقيادة الملازم أول شريف الكايد أما بعد إلى الشعب السوري العظيم وعدناكم بأخبار ستثلج صدوركم وتشفي غليلكم ونعلمكم أنه بحمد من الله وفضله قامت سرية المهام الخاصة من كتيبة الشهيد أحمد الخلف بالتعاون مع سرية المهام الخاصة في كتيبة شهداء الحرية بعملية نوعية على طريق علم الثورة استهدفت موكب لكتائب الأسد أثناء عملياتهم الهمجية في مداهمة البلدات وبحمد من الله تمت العملية بنجاح وكبدتهم خسائر فادحة وكبيرة حيث تم تدمير عربتين BRDM وقتل ما لا يقل عن 50 عنصر من قطعان الأسد ونعدكم يا شعبنا العظيم أننا على الدرب سائرون وعلى طريق النضال مواصلون ننتصر أو نموت.